السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب طبعا احنا عندنا في طريقة اخرى لاستخدام البايثون بهاي الدورة، يعني في حالة لا سمح الله فشلت عندك تحميل النمباي او عفوا الجوبيتر في داخل خلينا نقول في داخل الفيجوال ستوديو كود، ممكن اكمال الدورة عن طريق الويب مثلا، او كان مواصفات حاسبتك مش قوية تقدر تكمل وياي. نعم، في عندك كولاب اللي هي جوبيتر، خلينا نكتب لك كولاب رأسا، كولاب فقط، اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن IDE أو جوبيتر لكن على جوجل كلاود، فبالتالي انت تحتاج بس تعمل لك حساب عليها. شوف هذا جوجل كولاب، كولاب تمام، اول واحد colab.research.google.com. فاذا اضغط عليها طبعا راح يطلب عندي حساب جوجل، لازم يكون عندي. لاحظ ظهر لي بهاي الواجهه، طبعا انا ما عمل ساين ان، يفضل انه تعمل ساين ان حتى يحفظ كل الكودات مالتك بالكلاود مالته. هنا نقدر نعمل نيو نوت بوك اند درايف. شوف يطلب عندنا ساين ان، خلينا ندخل بحسابي تمام، ونقول له next. اوكي، اذا طلب من عندك هذا الشيء يقول له not now، او ممكن تضيف معلوماتك الاخرى يعني في حال اذا طلب. تنتظر شوي، شوف لاحظ اشتغل عندي الكولاب تمام. هذا هو نفس الجوبيتر اللي احنا اشتغلنا عليه، يعني من هنا تقدر تضيف له text اوكي اللي هو المارك داون. فهنا تقدر تكتب اي شيء، على سبيل المثال اي شيء تكتب هنا، تلاحظ شلون. وعندك هنا لاحظ كود، اذا بالاسفل تريد تكتب كود، شوف لاحظ هنا نصر مثلا، هنا تكتب له برنت على سبيل المثال، وهنا تعمل له مثلا محمد عيسى بهذا الشكل وتقول رن تمام. فراح مفروض انه طبعا هو ده يعمل كونكتينج، هنا ده يعمل كونكتينج. فيها اشياء اكثر بس، لكن احنا فقط راح نشوف الشيء اللي ينفعنا بالدوره مالتنا. هذا يقول لك ايش قد رام دي يستهلك وايش قد ديسكو يستهلك. طبعا هنا نلاحظ انه طبعا قلنا محمد عيسى. فاذا ممكن استخدام الكولاب، نعم طبعا هنا تقدر تعيد التسميه مالته، مثلا هنا تكتب توتوريال 1 مثلا، هذا مثلا توتوريال 1 فيحفظها. وطبعا من الفايل تقدر تعمل له داونلود او تقدر تعمل له سيف، بس تقدر تعمل له داونلود على شكل IPYNB اللي هو على شكل ملف جوبيتر، او تقدر تحملها على شكل بايثون، فانت حر، انت حر. هذا بالاول وبالاخير يتم خزنها بحسابك، يعني كل ما تدخل هذا موجود يعني تمام. فاذا ممكن اتابع الدوره او ممكن استخدم الدوره باستخدام الكولاب طبعا تمام. وهنا تقدر ترفع مشاريع، يعني إذا كان عندك ملفات أو فايلز تقدر ترفعها هنا عن طريق هذا أبلود. حاليا ما عندنا هذا الشيء. وممكن ترفع مستند اللي هو على شكل جوبيتر، يعني مثلا أقدر أقول له فايل أبلود نوت بوك، أقول له براوز من الحاسبة مالتي تمام. هنجي على بايثون كورس، شوف لاحظ هنا عندي كورس 1 اللي هو امتداد الملف مالتي شنو IPYNB فايل، فأقول له أوبن، انتظره يقوم بفتحها. طبعا ملفات المشروع هذه الدوره كلها مرفوعه على الجيت هاب مالتي، فتقدرون تحملون من عندها، تقدرون تكتبون الكود يدويا معي بالدرس، او تكتفي انه تشوف الكود تمام. انا افضل انه تكتبه يدويا، ليش؟ لانه من تكتبه بيدك الكود راح يكون افضل لك، هذا رقم واحد. رقم اثنين راح تتذكر تمام، فيساعد على انه تتذكر هذه الاشياء. لاحظ فظهر عندنا هذا الشيء اللي احنا عملناه بالدرس السابق، شوف ظهر بهذه الصوره. طبعا تقدر تعمل له هنا رن زين، فهو راح يبدي بعمل الكونكت وراح يشغل لك اياه. فاذا شوف لاحظ طبعا عليها، فاذا انا هنا اقدر اشتغل على الكولاب اونلاين او اشتغلها كاوفلاين، انت حر. بالاول وبالاخير يعتمد عليك، انت تريد تستخدمها بداخل اوفلاين، طبعا ايهما افضل؟ الاوفلاين يكون افضل،
لسبب بسيط انه هذا على حاسبتك، يستخدم الرام مال حاسبتك وكثير من الاشياء. بس هذا مو معناته انه الكولاب غير جيد، بالعكس الكولاب جدا جدا جيد. يعني حتى فادني انا شخصيا بدراستي بالماجستير، من موضوعي كان وقتها عن الذكاء الاصطناعي، ففادني كثير انه اعمل ران واعمل كودينج عليها في اوقات لما يكون الحاسبه عندي بعيده. كنت استخدم التابلت بالبرمجه بالكودينج، فعادي جدا يعني. بس لكن ليست للمشاريع العملاقة، مثل ما قلنا انه جوجل يعطيك مساحة بس ما يعطيك ذاك المساحة القوية. لاحظ الرام 1 جيجا ينطيك، تمام، من اصل هنا انا منطيني 12 جيجا ما which is good، وهذا 107 جيجا هنا انا منطيني ديسك which is good، حلو تمام. اتصور هذا هو حسابي المشتريها يعني، هذا ما تصورها قد راح ينطينا. المهم قصد انه ما راح تقدر تعتمد عليه بشكل كامل الا لازم تشتري نسخة اللي هي بالفلوس، لكن في دورتنا تقدر تعتمد عليه بالكامل لتعلم البايثون. اوكي خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.